حصريا مدونة أواب. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنت يداه، ووقفت في الليل البهيم مناديا الله يا الله يا الله. إن كنت مما سار خلف لا يحيد مدام، يا ويلتي وذنب أثقل عاتقي، فبأي وجه في غد ألقاه؟ إني بسطت يدي إليك تضرعا، يا ناس ما هذه بدار إقامة، فحذار ممن همه دنياه. يا موليا هذا الوجود بفضله، حاشا أشك بجوده وغناه.